أسس عيادة المطران خريستوفوروس مطران عمان للروم الأرثوذكس القداس الإلهي في كنيسة القديس جوارجيوس وسط مدينة الزرقاء، حيث أحضر سيادته معه ذخائر القديس جوارجيوس ووضعها في مزار خاص أنشئ قرب الكنيسة. إلى المزيد. احتفلت كنيسة القديس جوارجيوس في محافظة الزرقاء بقداس إلهي ترأسه سيادة المطران خريستوفوروس مطران الروم الأرثوذكس في عمان بمعاونة الرئيس الروحي لمدينة الزرقاء قدس الإرشمندريت أثناسيوس قاقيش والأيكونوموس فرح حداد والشماس أرسانيوس مخامرة بحضور حشد كبير من المؤمنين. تلا الخدمة صلاة تكريس الأيقونوستاس وتكريس مزار القديس جوارجيوس الذي تم إنشاؤه حديثا، حيث تم وضع ذخائر للقديس جوارجيوس أحضرها سيادة المطران لتكون سبب بركة لأبناء الرعية الأرثوذكسية في المحافظة. في نهاية الخدمة قام سيادته بتكريم قدس الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش بتقليده الصليب المقدس بمناسبة عيد شفيعه القديس أثناسيوس الكبير، نظيرا لجهوده المميزة في خدمة الرعية وإعلاء شأن الكنيسة الأرثوذكسية في المحافظة. قديش بنبسط هلأ خطرت بذهني، قديش بسمع من ناس في عمان وفي محافظات كتيرة في الأردن، بس أكثر من عمان بسمعه، بيحكولي سيدنا كل يوم إحنا بنسمع الصلاة من الزرقة، وبسمع سيدات قديش سيدنا بنتعزى ونحن رايحين على شغلنا بنسمع، ونحن لما نبلش شغلنا بنسمع، ونحن في البيت بنسمع، بشوف الرجال وبيحكولي أبونا قبل ما أدخل على العيادة بسمع الصلاة من الزرقة، أبونا وأنا رايح على شغلي بسمع الصلاة من الزرقة، أبونا هيك أبونا هيك، الكل عماله بسمع الصلوات اليومية اللي بتصير في الزرقة. الزرقة أصبحت بهذا الجانب قدوة لكل كنائس المملكة، وأنا من هون اليوم جيت حتى أحكي لك ربنا يباركك على هذا اللي عملته، إنك قدرت تسوي كل يوم في هاي الكنيسة في صلاة، وهذا إشي مهم، وانت بالتالي بتعطي مثل قدوة لكل كنائس الأردن. لكثير مرات بميت زور تفتح يوم الأحد أو الجمعة والأحد، انت هون كل يوم بيصير في صلاة، صلاة السحرية، بعرف الصلوات النوم اللي بتسووها، بعرف السهرانيات اللي بتعملوها، وبعرف مزبوط مرات العدد بيكون 10 أو 20، ولكن مش مهم، المهم إنكم أنتوا 10 أو 20 أو 30 اللي بتكونوا موجودين، بتكونوا موجود كل رعية الزرقاء معكم، وبتكون موجودين نحن كلنا معكم، كل رعية الأردن معكم، وبتصلونا حتى ربنا يساعدنا. فهذا الشيء هو مصدر تعزية وافتخار لكنيستنا في الأردن إنه هذا الإشي صار من هون من الزرقاء، فربنا يبارك وربنا يعطيكم كل نعمة وبركة. وفي الختام التف المؤمنون حول سيادته في لقاء رعوي اتسم بالشفافية والوضوح، حيث أطلع سيادته أبناء الرعية على الرؤية المستقبلية والعمل المؤسسي للمطرانية والإنجازات التي تمت منذ استلامه عصا الرعاية. يعني أنا هلأ سياستي رح تكون ضخ كهنة أكثر للرعاية، فبالتالي رح يقدروا هدول الكهنة يتواصلوا أكثر مع بيوت الرعية، يعرفوا احتياجاتهم، يراقبوهم عن قرب، وهون دور الرعية تيجي على الكنيسة حتى الكاهن يشوفها وهي تشوفه، ويكون في تواصل بيناتهم حتى تقدر هاي الإحصائيات تترتب بشكل صحيح، حتى توصل وتتبوب بشكل صحيح في داخل الرعاية، في داخل كل رعية، حتى تقدر هاي المؤسسة اللي رح تبحر تدريجيا في إن شاء الله خلال 2019 رح تبحر هاي المؤسسة
اللي تقدر تساعد قد ما يمكن استطاعته، ولكن نساعد هيك عشوائيا ما بنقدر أبنائي، لازم يصير في مأسسة في العمل. هلأ في عنا جمعية القديس لوكا اللي من نحاول إنه نطور فيها، وكان عندي حوار حتى مع الكاريتاس ومع كتير من السفرات، لأنه هلأ عمالهم كتيرين بيجوا بيشوفوا إنه في عندي فكر وعندي رؤية، فهلأ كتيرين بيجوا عندي وبيزوروني من سفراء دول أو من شخصيات، وبيجوا بيطرحوا بعض أفكار وبس بدهم يسمعوا مني. فبذكر هون لازم يكون كمان عنا دور في، لأنه بشوف قديش في عنا بنصرف أدوية لأبنائنا، قديش بنبعث لعيادات خاصة، قديش في حاجة للصحة. فهذا الجانب كمان لازم يكون له شغل بهاي المؤسسة اللي نحن بنتكلم عليها، اللي هو الموضوع الصحي وكيف دعم الأسرة المسيحية فيه. بعرف هاد كله بده شغل، وبعرف إنه هاد كله مش رح يصير بين يوم وليلة، ولا أنا جاي هون أعطيكم وعود، أنا جاي بس أحكي لكم شو فكري أنا، كيف بفكر وكيف عمالي مبلش أعمل. وأكون صريح معكم، بلاقي صعوبات كتير، نحن العرب كتير صعب. أنا ما كنت أحس فيه قبل ما استلمت الحكم الرئاسي، أنا كتير بنزعج، كتير مرات بدعي أشخاص مثلاً 3 أو 4 متخصصين في نفس المجال، ما بتفكوا الأربعة مع بعض، كل واحد بده يمشي رأيه، وكل واحد بفكر أنه رأيه هو الصحيح والتاني لازم يسمعه، ولا واحد ما بتنازل أمام التاني. هاي مشكلة، وهي بتسبب عنا عقم في العمل وعدم مأسسة في العمل وعدم نهضة في الكنيسة. فهذا إشي يعني عمالي بصطدم بواقع كتير صعب، وأنا واعي إنه في صعوبات كتير علينا، ولكن أنا عندي قلبي مليان ثقة وإيمان بربنا إنه هو رح يساعدنا، وعندي ثقة كبيرة بجلالة سيدنا الملك ورؤيته، محبته للمسيحيين، لأنه أنا بشوفها يومياً هذا الإشي، تعاملي مع الديوان الملكي، مع الدوائر الحكومية والرسمية، قديش التوجيهات واضحة بقضايا كتيرة. هاد بعطيني إنه نحن ببلد الحمد لله رائعة جداً، بس ربنا يحمينا من الناس اللي بدها تشوه صورة هاي البلد.